هناك من يريد خلط الأوراق ووضع عراقيل في عجلة الحكومة الفتية. يعني البدايات كانت انطلاقة قوية، ربما هذه الانطلاقة لم تنق للبعض، يعني البعض كان يتوقع أو يحمل يعني يعلق آمال على فشل هذه الحكومة في على الأقل في خطواتها الأولى. الحكومة بدأت بقوة، يعني هذا ما كان متوقع من السيد السوداني، أن يبدأ بالخطوات الأصعب، يعني اختار الحلقات الأقوى لا. حتى تستطيع باقي الحلقات تكون تفكيكها ويعني محاربتها أسهل عندما تضرب مراكز القوة، مراكز الفساد الكبرى أو مراكز التي يعني عاتت يعني فساد في البلاد. أعتقد هذه يعني واحدة من محاولات خلط الأوراق وجعل السياسة في البلد متخبطة، وأيضا إشارات إلى أنه إساءة العلاقة بين الولايات المتحدة والدولة العراقية، وهذا ما يسعى عليه السيد السوداني أن يكون حلقة وصل ووسيط بهذه السياسة، أن يحتوي كلا الجانبين، الجانب الداخلي والجانب الخارجي، أن يكون هناك يعني سياسة متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على التعاون المشترك بدل التقاطعات وبدل أعتقد الرسالة واضحة، يعني الاستهداف واضح واختيار هذا المواطن الأمريكي. أعتقد حتى تعليق السفارة الأمريكية متفهم لهذا الموضوع، يعني ليس هناك يعني اتهامات مباشرة واستفزازات في هذا الموضوع، يعني يعرف أنه هذا الموضوع مقصود وأن هناك من يخلط الأوراق وراء الكواليس.